والله انت عشت الطائف احنا في بيشه جهه بيشه بعضنا عطنا تكلمنا عن عيدكم وعنا لا والله احنا عيدنا في بيشه وانا عشت اكثر العمر هنا لكن في بيشه وفي كل السعوديه وحده لكن احنا اكثر الوقت في البر ايه ساكنين بر زمان الحين الحمد لله مستوطنين وفي خير وفي مدن وفي نعمه الحمد لله الحمد لله لكن من القصص المضحكه وهذا والله اللي صار حقيقه يعني صراحه نقول ابو محمد الملابس حنا يلا نشتري ثوب في السنه لاجل العيد ونفرح في هالثوب يا سلام طبعا الكلام هذا قبل 40 ولا 42 سنه ولا تقريبا انا صايره علي انا وخمسه معي يا سلام شرناها في الليل وحطينا في اكياس لا مكويه ولا شيء في كيس غطره وثوب بس جديده ما تنكوي الله يكرمكم ما فيه نعول ولا شيء صراحه بس ترى القماش يا ابو عابد ذيك الايام ذاك القماش المتين شوي هو اي متين بس يعني ما يتعفط طول السنه طول السنه هو يقعد يتعطب ويابس وما يتغير حطيناه في باغات ورحنا للديره عشان نصلي في مصلى العيد والله هذا اللي صار ايوه من بدري رحنا مع هنا من البر ونزلنا في ديرتنا في وادي ترج في بيشه غرب بيشه عشان نصلي مع الجماعه اهم شيء صلاه العيد ترى لها فرحه عند الناس من اول الحين بعضهم ما يصلي نعم ما هو يعني يستقل صلاه العيد وهي الفرحه فيها حنا جينا وجينا وقربنا من المصلى وكان فيه محل مشروع نسميه المشروع مويه واحد مسوي جزاه الله خير يسقي القريه والديره ما شاء الله حنا مجرد ان نزلنا الديره فرحانين عيد عندنا حنا في البر ما نجي الديره ونطب وناخذ ننزل ديرتنا هذه فيها نخل وفيها تمر وفيها المهم نزلنا ليله العيد يا ولد كان فيه براد شوي ذيك الايام جايين رمضان في برد والعيد جايين في برد صبح بدري نزلنا معاهنا ورحنا قلنا وين نجلس جانا برد شوي قلنا بنجي في بركة الموية في بركة كبيرة ما فيها ما طبعا قلنا بنجي شوف برد بركة موية بنجي فيها ونجلس فيها اي والله هذا اللي صار توقع على الهواء يعني نزلنا مع في هاي البركة لها سلم زي السلم جلسنا اي نتوقع على الهواء ونجلس موجودة في المسجد هي لا لا مصلى برا مصلى في الوادي مصليات ما كان في مساجد برا في الساحات يوم جلسنا اثر العامل مصري ما كان يجي الا العمال مصاريها زمان اثر يبي يشغل الماكينه حقت الماء ويحط اللي والله هذا اللي صار الله الله وحنا جلوس اثنين نايمين ثلاثه حنا جالسين كل الملابس معهم معنا بسواكيت ومعنا عصير فرحانين جاي الديره حنا مشترين عصير عيد العيد مو سهل عيد والله ان هذا اللي صار يوم سمعنا صوت الماكينه اشتغلت الاستر هذيك الاول تع تع وانا اصيح بطلع اقول طف الماكينه لا وهو يجي يسقط اللي بوصل اربعه مدري خمسه علينا والله العظيم جينا نبي نقول طف حق المصري قال هذول عفريت جن والله لا النايمين شلناهم لا يموتون بغى يموتون يا فلان نعرف اسمه احنا المصري عامل واحد من الجماعه وهو يرجع لنا عقب ما اخذ مسافه والله العظيم غرقنا الا شيء غرقنا ما الملابس انتهت كل شيء انتهى وخرب العيد شرقناها وخلناها راحوا الناس صلوا العيد ما وصلنا العيد فهذه من القصص والله اللي صارت علينا حقيقه يا سلام هذه والله وبعدها في بيتين يا ابو اسمح لنا فيها طيب عطناها والله اني تعديت على ابو نايف اليوم